احنا شايفين الرسمة الموجودة عندي دي، هو عبارة عن خزان مثلا دائري، هو 95% من الخزانات الكيلاري اللي هو خزان الترويب والترسيب بيبقى دائري، ممكن يبقى ريكتانجولر ما فيش مشكلة. هو عبارة عن خزان الترسيب الدائري، وجينا في النص رحنا حاطين خزان ترويب، يبقى الخزان ده بقى فيه خزانين، عمليتين، عملية ترويب في المنتصف وعملية الترسيب اللي هي في الخزان الخارجي. فالخزان ده بنسميه خزان كيلاري فلاكوليتور، وخزان وظيفته إنه يقوم بعملية الفلاكوليشن مع عملية الترسيب في نفس الوقت. دي رسمة للكيلاري، لو لاحظنا في البلان اللي تحت هنلاقي الدايرة اللي في النص ديت عبارة عن خزان الكواجوليشن أو الفلاكوليشن. ممكن الفلاكوليشن يبقى ميكانيكال او هيدروليك زي ما نعمله، يبقى هنا موجود بدل في الاليفيشن اللي فوق في 2 بدلز، والميه بتدخل في المنتصف يتعمل لها عمليه فلاكوليشن ترويب، وبعد كده تخرج للسيديمنتيشن يحصل لها ترسيب. دي رسمه تانية اوضح شويه للخزان الكيلاري. لو هنبص نلاقي من الشمال كده في سهم، ده الانلت بايب ماسوره الدخول، ميه داخله من اسفل وداخله في النص على الخزان اللي هو الدائري الموجود في النص، ده خزان الايه الفلاكوليشن. في 2 بداله هم بماتور بيدورهم، خلال الخزان ده بيتم عمل عمليه الفلاكوليشن. بعد كده في حائط راسي اللي هو يمين وشمال، ده حائط دائري، الميه بتعدي من فوقه وتبدا تخرج من فتحات تروح للسيديمنتيشن. في خلال خزان الترسيب بيتم ازاله المواد اللي هي العالقه اللي هي ذات حجم اللي هي الفلوكس اللي اتكونت في الفلاكوليشن. يبقى خزان الكيلاري هو خزان ترويب وترسيب مشترك، او خزان بيتم فيه العمليتين في نفس الوقت، مثله ان بيقلل المساحات وبيقلل التكلفه، وممكن احقن الماده الكواجولانت في ماسوره الدخول، فبالتالي يبقى انا مش محتاج في الجزء من اللي انا خدته من اول السنه في الووتر تريتمنت مش محتاج للخزان ده، يبقى الميه تدخل على طول يتحقن الماده يتعمل فلاكوليشن يتعمل السيدمنتيشن في نفس الخزان. عندي دول كذا صوره لخزانات الواقع. المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على خزان السيدمنتيشن قلنا في بريدج متعلق فيه السلاج سكرابر اللي هي الزحافة الرواسب، لو بصينا في الرسمة اللي تحت اللي هي باللون الأحمر ده البريدج من فوق ومعمول استراكشر وشايل السلاج سكرابر، لو بصينا في الرسمة اللي تحت على الشمال اللي هو الخزان الترويب الكلالي الفاضي هنلاقي السلاج سكرابر برضو اللي تحت ان هو بيلف بالبريدج اللي فوق، والجزء بتاع الترويب اللي هو الخزان الدائري الموجود في النص ده. لو بصينا في الشكل اللي فوق للخزان ده بقى لما اتملى هنلاقي الميه موجوده اهو، خزان الجزء الكيلاري. هنبص في السهم الاحمر كده بيشاور على جزء، ادي الجزء بتاع الفلاكوليشن اللي هو بيتم فيه الترويب، فلون الميه عكر ولها لون. الميه بتاع بعد كده لما عدت وبقت في السيدمنتيشن بقت ميه رايقه. فده خزان ايه الكلاري فلاكوليتو. الديزاين كريتيريا بتاعته لو عاوزين نصمم الخزان هو بقى زي عباره عن ايه، بنصمم خزان ترسيب وخزان ترويب بنفس الديزاين كريتيريا بنفس الطريقه، بس ممكن يبقى فيه اختلاف شويه في الليمت يعني في الوقت في العمق وهكذا. بالنسبه للسيدمنتيشن زون اللي هو خزان الترسيب، زمن البقاء هنا من 2 لـ 4 ساعات، كان مثلا في السيدمنتيشن العادي من 2 لـ 5 ساعات، هنا بنقول من 2 لـ 4 ساعات. عمق الميه من 3 لـ 5 في السيدمنتيشن. القطر بتاع خزان السيدمنتيشن الفاي لا يزيد عن 35، كان في السيدمنتيشن العادي كان مسموح ل40، لكن احنا في الخزان ده يعني بيفضل انه ما يزيدش عن 35 متر. السيرفيس لودنج ريت وده العامل الاساسي في تصميم خزانات الترسيب بيساوي من 20 ل 45 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، ما يزيدش عن 45. السرعه القطريه ما تزيدش عن 3 من 10 متر على الدقيقه. الحمل على هضار المخرج من 6 ل 14 متر مكعب لكل متر طولي من في الساعه للهضار. سرعه المياه في ماسوره الدخول
واحد متر على الثانية، وده لما نيجي نصمم ماسورة الدخول كيو بتساوي الايه في الفي. فلو عاوزين نجيب قطر الماسورة بنفرض السرعة بواحد متر ونجيب القطر وعند التصرف. السرعة برضو في ماسورة المية الخارجة من الخزان من نص لسبعة من عشرة، وبالتالي بنجيب قطر الماسورة دي. يبقى دي تصميم خزان السيدمنتيشن. التصميم بتاع الفلاكوليشن بقى هنقول هو الفلاكوليشن الأساسي بتاع التنشن تايم زمن البقاء من 20 ل 40 دقيقة. العمق بتاع الفلاكوليشن عمق المية في الفلاكوليشن بيبقى أقل من السيدمنتيشن بنص أو لحد واحد متر، يبقى بيتراوح من عمق الفلاكوليشن اللي هو الدي 2 بيساوي الدي 1 ناقص نص لحد واحد متر، يبقى عمق الفلاكوليشن أقل. يعني لما نيجي نبص هنا في الخزان اهو اللي احنا جايبينه في الاول، انا عندي دي واحد ده عمق الفلاكوليشن خزان الفلاكوليشن، دي اتنين اللي هو خزان او دي نوت خزان السيدمنتيشن. فهنلاقي ان الفلاكوليشن عمقه اقل من السيدمنتيشن، اقل بقد ايه؟ من نص لواحد متر. تاني كده يا دكتور الحتة دي تاني معلش. يعني احنا بنقول ان القطر عمق الميه في الفلاكوليشن بيبقى اقل من عمق الميه في السيدمنتيشن من نص لواحد متر. يعني لو انتوا شايفين الرسمه اللي هي دلوقتي موجوده اللي في سيكشن الفيشن اللي فوق مكتوب دي 1 ودي زي ودي نوت دي 0، هنلاقي ان الدي 1 اللي هو عمق الايه الفلاكوليشن اللي هو الجزء بتاع الايه الترويج، والدي نوت او الدي 2 اللي هي عمق الايه خزان السيدمنتيشن. فهنلاقي السيدمنتيشن اعمق من الفلاكوليشن، اعمق منه بقد ايه؟ بنص او واحد متر. تمام يا دكتور. في الاخر في كذا مثال بقى لتصميم كلاري فلاكوليتور، هتلاقيهم موجودين معاكم في الورق هتقروهم، وفي السكشن هم هيحلوا لكم ايه الكلام ده. يبقى في كذا مثال عندنا هنا كده اهو، انتوا هتحلوا الكلام ده عشان بس ما نضيعش وقت، وهيتحلوا في السكشن. هنيجي بقى للجزء الثاني اللي هو هنبدأ فيه النهارده اللي هو الفلتريشن. احنا لحد دلوقتي المياه جايه المياه الخام من مصدرها في الترعه او في النهر، بيتم رفعها بواسطه الانتيك ستراكشر اللي هو الانتيك، والانتيك اللو ليفت بامب بتضخ المياه لداخل المحطه. المياه بتدخل المحطه على اول خزان اللي هو الرابيد ميكسنج تانك، وقلنا ان الخزان ده بيشتغل خزان توزيع ديستريبيوشن تانك. بعد كده بيتم معادلة وإزالة الشحنات الكهربية ويروح الفلاكوليشن، بيتم تكوين الفلوكس اللي هي بيتم تجميع الجزيئات الصغيرة في جزيء كبير بيترسب. وبعد كده بنوديها لخزان الترسيب بيتم ترسيبها. طيب بيبقى في الآخر في شوية مواد علقة في المية ما تمش ازالتها بالكواجوليشن والفلاكوليشن والسيدمنتيشن، يبقى لازم في عملية اضافية بتزلي اي مواد موجودة في المية. العملية دي بنسميها الفلتريشن اللي هي الفلترة، وساعات بنسميها البولشنج اللي هي يعني بتلمع المية وتوصلها للحالة اللي انا ممكن استخدمها بعدها. يبقى الفلتريشن هي عملية إزالة المواد العالقة الصغيرة، يبقى عملية يتم فيها تنقية المياه من الشوائب اللي هي الأمبيورتيز والمواد العالقة عن طريق إمرار المياه على طبقات من مادة مسمية،
يبقى بمشي الميه في ماده مسميه لها ثقوب محدده. الماده دي غالبا بنستخدم الرمل، بتلتصق به الشوائب والمواد العالقه وبتتحجز على السطح بتاعه. يبقى الفلتريشن عمليه اساسيه، لان بعد عمليه السيدمنتيشن لازم هيكون هيفلت شويه رواسب ومواد عالقه وبكتيريا والكلام ده، وصغيره ومواد عالقه صغيره جدا ما تمش ازالتها. طب هنزلها ازاي؟ هنزلها بعمليه الفلتريشن اللي هي الفلتره. يبقى الفلتريشن از سوليد ليكويد سيبريشن، هي عمليه فصل المواد الصلبه من السائل. ان هاوتش ذا ليكويد باث، خلالها السائل بيمر خلال بورس ميديم، ماده مسميه او الاذر بورس ماتيريال او مواد مسميه، يعني ممكن ميديا زي الرمل او الزلط، او ماده زي القماش اللي هي الفلتر. يعني احنا بنصنع بعض المواد غير الزلط والرمل، بتبقى مواد ايه مرشح لها مسمات معينه زي ورقه الترشيح كده. احنا لما بيبقى عندنا، لما كنت بتدخل المعمل بتاع الكيمياء وعاوز ترشح ماده، او في عندك ماده فيها عقاره او حاجه، فبيقول لك عشان نرشحها نحط ورقه ترشيح ونصب السائل. فالمواد اللي موجوده في الميه بيتم حجزها فوق سطح ورقه الترشيح، والميه اللي هي بدون رواسب بتعدي من اللي هي ورقه الترشيح. يبقى دي عمليه الترشيح. يبقى لو بصينا تحت كده في رسمه، يعني الميديا يعني عندي حبيبات مثلا زي حبيبات تحت على الشمال مع الماوس، في حبيبات الرمل المايه بتمشي خلالها، فبيتم حجز المواد خلال الحبيبات دي، او ميديا معينه زي الفلتر اللي عندك في البيت معمول من مواد بوليمر، في مسمات معينه يحجز المواد العالقه. يبقى الفلتريشن هي عمليه بولشنج للميه، او عمليه تنقيه لدرجه عاليه للميه بحيث انها تبقى صالحه للاستخدام. الغرض بقى من الفلتريشن انا كتبناه عشان برضو نعرفه، اول حاجه ريموفر اوف ذا ريمينينج سسبندد سوليد اند تربيت، هي ازاله المواد العالقه المتبقيه والعكار. ثاني حاجه ريموفر اوف ايرون اند مانجانيز، هي ازاله الحديد والمنجنيز، املاح الحديد والمنجنيز. ازاله المواد ريموفر اوف تيست اودر اند كلر، المواد المسببه للطعم واللون والرائحه. يبقى الفلتريشن بتشيل المواد المسببه للون والطعم والرائحه. بتشيل ريموفر اوف اتليست 90% اوف بكتيريا، بتشيل 90% على الاقل من البكتيريا الكائنات الحيه. ريموفال اوف الجي، الالجي اللي هي زي قلنا قبل كده اللي هي الطحالب، فبتشيل الطحالب. برضو بتشيل بعض المواد العضويه الموجوده خلال عمليه الفلتريشن. يبقى ده الغرض من عمليه الفلتريشن. نظريه الترشيح، يعني الفلتريشن بقى بيتم ازاي، او عمليه الفلتره دي بتتم ازاي. احنا لو احنا فاكرين زي ما قلت لك كده، بنجيب غشاء ترشيح ونصب الميه عليه. غشاء الترشيح ده بيبقى فيه الميه بتعدي من خلال ثقوب صغيره جدا، فاي مواد عالقه لها قطر اكبر من الثقوب دي بتتحجز عليها. يبقى دي حاجه الحجز، ان المواد الصلبه بتتحجز. لكن عندنا الفلتريشن بتتم من خلال خمس حاجات، خمس عمليات. يعني هو الحجز ده ماشي، بس مش ده الاساسي. ده العمليات الاساسيه بقى اللي هتشيل اللون والطعم والرائحه والبكتيريا، مش هي الحجز. هنيجي نقول لو احنا شايفين الرسمتين الموجوده، الميديا زي ما قلنا الفلتر ميديا عندي عباره عن مجموعه من الحبيبات، هنقول انها مثلا حبيبات زي الرمل، وهو دي اكتر حاجه احنا بنستخدمها، والميه بتمر من خلالها. ف الفلتريشن هنقول بقى بيتم من خلال خمس حاجات. اول حاجه الميكانيكال ستريننج. لو سمحت يا دكتور، ايوه، هو ايه الفرق ما بين الفلتر ميديا والسبورتنج ميديا؟
السبورتنج ميديا، نرجع للرسم اللي قبل كده، الفلتر ميديا دي اللي بيتم فيها عمليه الفلتريشن. السبورتنج ميديا دي ميديا بنستخدمها عشان نشيل عليها الفلتر ميديا. يبقى انا لو عندي الميديا بتاع الترشيح ريال رمل او اكتيفيتد كربون بيبقى حبيبات قطرها صغير 2/10 مللي 3/10 مللي. طب الميه دي هتروح فين؟ هجمعها بنظام تجميع اسفل المرشح عباره عن مواسير فيها ثقوب. طب هتيجي في الرسمه بعد كده للفلتر. طب لو هي الرمل الحبيبات الصغيره دي ما لو هتمشي وهتدخل مع الثقوب وهتمشي مع الميه، فبنعمل ماده ثانيه وظيفتها انها ايه؟ بتحجز الرمل بحيث ان هو ما يمشيش. الماده دي زي ايه؟ زي الزلط. يبقى الزلط ده ما بيعملش فلتريشن، هو مجرد ان ماده حامله للرمل بحيث ان الرمل ما يمشيش مع الميه. دي اللي هي السبورتنج ايه؟ ميديا. طب يا دكتور، هو الرمل والزلط دوت مش بيعملوا عقارة للميه طيب؟ لا، احنا ما هو احنا لما بنيجي نتكلم على نستخدم الرمل اول حاجه بنعمل ايه؟ بنعمل غسيل للرمل بالظبط. يعني لما بيجي فلتر في اول مره هنشغله بنعمل عمليه اسمها عمليه ايه؟ غسيل للفلتر. بنغسل الزلط والرمل بحيث لو فيهم اي شوائب او اي مواد او تراب او اي مواد ملوثه بيتم ايه؟ ازالتها. واحنا بنستخدم حبيبات من الرمل، ما بنستخدمش الرمل العادي، احنا بنستخدم حبيبات لها افكتيف سايز معين ويروفورماتيجي كوفيشن محدد بحيث تبقى الحبيبات زي ما احنا شايفينها في الرسمه اللي قدامنا اقطارها تقريبا متقاربه عشان تديني فراغات. لكن لو انت بتستخدم حبيبات من الرمل مختلفه الاقطار ايه اللي يحصل؟ هتسد المسامات، مش هيبقى فيها بينها مسامات، فبالتالي مفيش ميه هتعدي، وده هيظهر بعد كده. هنتكلم بقى على نظريه الترشيح اللي هي السيريو فلتريشن. قلنا عمليه الترشيح بتتم خلال خمس حاجات. اول حاجه اللي هو الحجز، اللي هو الميكانيكال سترينج، زي نظام المناخ لما انت دخلت مع الماتيريال وبتجيب الماده الرمل او الزلط، الحبيبات اللي قطرها اقل من الفتحه بتاع المنخل اللي هو السيف بتنفذ منه، والحبيبات الاكبر بتتحجز على السطح. فهنا بنقول ان الحبيبات اللي قطرها اكبر من قطر الفتحات اللي ما بين الحبيبات اللي هي الرمل الموجوده بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها حجز على السطح. يبقى اول حاجه في عمليه الفلتريشن اللي هو الحجز الميكانيكي او الميكانيكال ستريننج، اللي هي المواد اللي قطرها اكبر من قطر الفتحات بين الحبيبات بيتم حجزها على السطح. يبقى ده، وده المفهوم اللي احنا واخدينه ونعرفه لحد دلوقتي على الفلتريشن. قلنا ورقه ترشيح لا فيها مسامات بقطر محدد بتحجز المواد العالقه اللي قطرها اكبر من قطر الفتح. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه السيدمنتيشن اكشن، الفراغات ما بين الحبيبات دي بتشتغل كانها خزانات ترسيب صغيره. يعني تخيل انت مثلا حبايه الرمل قطرها نص ملي والحبيبات دي محطوطه مع بعض، فالفراغات الموجودة ما بين أربع حبيبات ده، الفراغ ده بيشتغل كأنه خزان ترسيب صغير. فبالتالي احنا قلنا عملية الترسيب لو احنا قللنا العمق بتاع الخزان لأقل ما يمكن زي ما كنا بنتكلم في البليت سيتلر والتيوب سيتلر، يبقى الترسيب بكفاءة عالية. أنا عندي حبيبة صغيرة هتترسب في 1/10 من الملي، فبالتالي الفراغات ما بين الحبيبات بتشتغل كخزانات ترسيب صغيرة. يبقى الفويدز اكت از ماينر سيتلينج تانك، ودي او يبقى تم، يبقى دلوقتي الحبيبات اللي قطرها كبير بتتحجز على السطح، الحبيبات اللي بتدخل بيتم حجز جزء منها في المنتصف ما بين الحبيبات لان المنتصف ده بيشتغل كخزانات ترسيب. يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه الابزوربيشن اكشن، لو بصينا الحبيبات دي احنا مش ضايفين ماده مروبه، والماده المروبه دي لها خواص جيلاتينيه وهلاميه، فبالتالي ان المواد العالقه اللي جايه لها خواص جيلاتينيه وهلاميه، فايه اللي هيحصل؟ هتلتصق على سطح الحبيبات، يبقى تتكون طبقه جيلاتينيه على سطح حبيبات الرمل تعمل على جذب المواد العالقه. يبقى ثالث حاجه
ان المواد نفسها نتيجه الخاص الهلاميه والجيلاتينيه بتلتصق بايه؟ بسطح حبيبات الرمل. يبقى ادي ثلاث حاجات من عمليه الترشيح. رابع حاجه الكتروليتيك اكشن اللي هي الخاصيه الكهربائيه. المواد العالقه اللي لها شحنه مخالفه لشحنه الميديا بتاع الفلتر بتنجذب لها. فاحنا عندنا المواد العالقه زي ما قلنا بيبقى عليها شحنات سالبه والفلتر عليه شحنات موجبه فبيجذب الايه؟ المواد بخاصيه الكهربائيه. خامس حاجه ودي اهم حاجه بقى، دي اللي بيتم بيها ازاله اللون والطعم والرائحه والحديد والمنجنيز والبكتيريا والكلام ده كله. احنا عندنا قلنا ان نتيجه الخاص الهلاميه للميه والعوالق بتلتصق حوالين الحبيبات. في نفس الوقت الطبقه الهلاميه دي بيلتصق فيها البكتيريا وكائنات حيه. والبكتيريا ديت الكائنات الحيه بتبقى عاوزه تتغذى، فبالتالي الغذاء بتاعها بيكون الملوثات. ايه هي الملوثات اللي بتغذى عليها؟ اللي هي المواد العضويه والاملاح. يبقى انا لو على المواد العضويه بقى اللي بتسبب طعم ولون ورائحه للميه بيتم ازالتها ازاي؟ ان البكتيريا اللي موجوده بقى في الميه بتلتصق حوالين الحبيبات وتتغذى على هذه المواد الدايبه في الميه، فبالتالي بتزيل المواد الايه؟ المسببه للون والطعم والرائحه. ودي بقى من اهم الحاجات في عمليه الفلتريشن. يبقى الفلتريشن ما هوش حجز ميكانيكي بس، ده انا عندي كذا حاجه من ضمنهم واهمهم اللي هو البيولوجيكال اكشن. يبقى دول الخمس حاجات او السيريو فلتريشن او نظريه الترشيح بتتم من خلال خمس عمليات اللي احنا قلناهم دول. الابلكيشن اوف فلتريشن، لما بنستخدم الفلتريشن ازاي؟ اذا كان في عندي يعني لما نيجي نعمل محطه لتنقية المياه السطحية بنقيس المواد العالقة الموجودة في المية، فبنشوف إذا كان المواد العالقة أكتر من 50 بارت برمليون أو ملي جرام على اللتر، يبقى لو عملنا فلتر هيسد الفلتر، فلازم نعمل عملية كواجوليشن وفلاكوليشن الأول. طب لو المواد العالقة الموجودة في المية أقل من 50 بارت برمليون أو ملي جرام على اللتر بنعمل دايركت فلتريشن، يبقى على طول ناخد المية من الانتيك نضخها على الفلتر على طول، يبقى بيتم ازاله الايه؟ لان المواد العالقه ايه؟ قليله. لو المواد العالقه كبيره ايه اللي بيحصل؟ انا عاوز حد يرد عليا. هتسد الفلتر. ايوه زي ما زميلك قال، ابسط حاجه انها هتتكون في سطح الفلتر وهتسد المسمات بتاعته، الفلتر هيتسد بسرعه. طيب يبقى انا لو المواد العالقه كتير لازم نعمل عمليه ايه؟ بري تريتمنت الاول، اللي هي عمليه كواجوليشن وفلاكوليشن وسيدمنتيشن. لو المواد العالقه صغيره يبقى مش محتاج اكلف نفسي. وفي محطات هنا في الغربيه في زفته وفي الصنطة شغاله دايركت فلتريشن، لان الميه في الترعه او اللي هي بتاخدها رايقه، فمش محتاج بقى اعمل كواجوليشن وفلاكوليشن والكلام ده، انا باخد الميه على طول على الفلتر يشل المواد العالقه الموجوده في الميه. طيب هنيجي بعد كده الجزء اللي بعد ايه كده، هنصنف الفلاتر. يبقى الكلاسيفيكيشن اوف فلتر او كلاسيفيكيشن اوف فلتريشن، تصنيف عمليه الفلتريشن. ذا فلتريشن كان بي كلاسيفايد اكوردنج تو، عمليه الفلتره بيتم توصيفها وفقا للاتي. اول حاجه الريت اوف فلتريشن اللي هو معدل الترشيح. يعني ايه معدل الترشيح؟ الفلتر ده بيمرر ميه قد ايه في اليوم؟ يبقى الفلتر مثلا، فلما بنيجي نتكلم على معدل الترشيح بناخد وحده ثابته، بناخد 1 متر مربع. يبقى الفلتر انا عامل فلتر مثلا 50 في 40 او حوالي 1000، مساحته السطحيه مثلا 500 متر مربع. طيب الفلتر ده بيرشح كميه ميه قد ايه في اليوم؟ كذا متر مكعب. فبالتالي بنقسم المد الكميه ديت على المساحه، يديني المتر المربع بيرشح قد ايه. ده بنسميه الريت اوف فلتريشن. يبقى الريت اوف فلتريشن المتر المربع من الفلتر بيرشح او بيمرر
كام متر مكعب في اليوم. فالفلاتر عندنا ثلاث انواع وفقا لمعدل الترشيح اللي هو الريت اوف فلتريشن. واحد السلو ساند فلتر، وده معدل الترشيح من 5 ل 8 متر مكعب لكل متر مربع من سطح الفلتر في اليوم، يبقى ده معدل ترشيح بطيء. يبقى المتر المربع من الفلتر بيمرر او بيرشح 5 ل 8 متر مكعب في اليوم. طيب النوع الثاني الرابيد ساند فلتر اللي هي المرشحات الرمليه السريعه، ودي بتشتغل بمعدل ترشيح او المتر المربع منها بيرشح من 120 ل 200 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. هنشوف بقى الفرق كبير ازاي. يعني انا عندي فلتر اللي هو السلو ساند فلتر ده بيرشح هنقول 5 متر، الفلتر الرابيد ساند بيرشح من 120 ل 200. يعني لو قسمنا 120 على 5 يبقى حوالي كام؟ 25 ايه؟ متر 25 مرة ل 200 على 5 يعني 40 مرة. يعني الرابيد ساند فلتر معدل ترشيحه من 25 ل 40 مرة أسرع من السلو ساند فلتر. وعندي حاجة اسمها بقى الهاي ريت فلتر، وده اللي بيشتغل المية بنضغطها في الفلتر تحت ضغط، ودي بترشح من 300 المتر ل 900 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. يبقى ادي اول تصنيف حسب معدل الترشيح. التصنيف الثاني حسب التايب اوف فلتر ميديا، نوع المادة الفلتر. اكتر حاجه مشهوره للفلاتر في المحطات تنقيه الميه اللي هو السند. ليه؟ لانه ماده متوفره ورخيص، فبالتالي وبيقوم بالوظيفه. يبقى اول حاجه السند، تاني حاجه اللي هي الكربون، اللي هي الكربون بنجيبه ونستخدمه. تالت حاجه الاكتيفيتد كربون، الكربون النشط. وانت لو عندك في البيت هتلاقي مثلا فلتر ثلاث اربع مراحل، هتدوس تلاقي واحده كده يقول يعني الشمعه بتاعته ده يقول لك ايه اكتيفيتد كربون او كربون نشط، ودي بتشيل الطعم واللون والرائحه بتاع الميه. يبقى ديت وفقا للميديا المستخدمه، يا اما تبقى رمل كربون او اكتيفيتد كربون. ثلاثة النمبر اوف لاير ان فلتر بيت، عدد الطبقات. يعني انا ممكن استخدم مادة واحدة زي الرمل، ممكن استخدم مادتين كربون وايه ورمل، ممكن استخدم ثلاث مواد اربع مواد، يبقى حسب عدد الطبقات اللي بيتم للترشيح، اما سنجل او ديوال او مالتي. الدايركشن اوف فلو اربعة اللي هو اتجاه سريان المية العادي اللي ما تنزل داون فلو، يعني من اعلى لاسفل، وفي بعض الفلاتر من اسفل لاعلى، وبعض الفلاتر المايه بتمشي فيها افقي. خمسه الكاركترستيك اوف فلو، خواص الفلو. الفلتر السلو ساند والرابيد ساند ده شغال اندر جرافيتي، المايه بتمشي فيه بالجاذبيه. لكن عندي في فلتر تاني اسمه البريشر فلو، المايه بنضغطها بواسطة مضخات في الفلتر عشان نسرع عملية الايه الفلتريشن. يبقى كده اتكلمنا على تصنيف الفلاتر. هنتكلم بقى على الفاكتور افكت فلتريشن افشنسي، العوامل اللي بتأثر على كفاءة عملية الترشيح. يعني عملية الترشيح دي عملية مش بسيطة، يعني كومبليكس تكنيك، يعني عملية برضو فيها تعقيدات أو فيها بعض الحسابات، ما هيش عملية بسيطة، فبتعتمد على حاجات كتير. فإيه الحاجات اللي بتأثر بقى على كفاءة الترشيح؟ أول حاجة الديبس أوف فلتر ميديا، عمق طبقة الترشيح اللي هي بيتم فيها الترشيح الإيه المية. فلما يقول لك انكريز ديبس اوف فلتر ميديا، لما نزود عمق الفلتر ميديا اللي هي طبقه الترشيح دي، بتحسن كفاءه الميه، يعني بتديني ميه كفاءتها اعلى، الميه بتمشي في مسافه كبيره، بس بتؤدي لزياده الهيد لوسز على الميه. يعني الميه وهي بتمشي من الفتحات بيبقى فيه هيد لوسز اللي هي الفتحات الصغيره ما بين حبيبات الرمل، لو انا طولت المسار يبقى هيبقى فيه فاقد في الهيد كبير. تاني حاجه الريت اوف فلتريشن،
اللي هو معدل الترشيح. معدل الترشيح له يعني تأثير قليل على الووتر كواليتي، يعني ما بيأثرش على جودة المياه قوي، لكن هو بيأثر على إيه؟ لما أزود معدل الترشيح يبقى هزود تراكم المواد الملوثة على سطح الفلتر أو داخل الفراغات، فالفلتر ينسد بسرعة. فبالتالي كل ما زود معدل الترشيح كل ما فترة تشغيل الفلتر هتبقى أقل، وعاوز يبقى نعمله عملية كليننج اللي هو تنظيف للميديا على فترات قصيرة، يبقى الريت اوف فلتريشن ما بيأثرش قوي على الووتر كواليتي جودة المياه، لكن بيأثر على زمن تشغيل الفلتر، لان احنا بنشغل الفلتر وقت وبعدين نعمله نغسله وبعدين نشغله تاني. لو المعدل الترشيح كبير هنبص نلاقي ان هو عاوز يتغسل على فترات قليله. هنيجي مثلا السلو ساند فلتر بنعمل له كليننج من ممكن يشتغل شهر لحد 6 شهور وبعدين نعمل له كليننج. الرابد ساند فلتر اللي هو معدل الترشيح بتاعه بقى من 120 ل 200، ده احنا بنعمل له تنظيف من 12 ساعه ل 36 ساعه، يعني من نص يوم ليوم ونص، ولازم نوقفه ونعمل له عمليه كلينج او غسيل عشان يشتغل تاني. الجرين سايز اوف ساند اللي هو حجم حبيبه الرمل، كل ما حبيبه الرمل بتقل كل ما جوده الميه بتبقى احسن، وكل ما تزيد يبقى جودة المية بتقل. المواصفات بتقول لي يعني لو أنا عاوز أعمل، في ساعات بنعمل فلتر ما بستخدمش المية في مياه الشرب، أنا عاوز بس أعمل إزالة للعوالق الموجودة، هستخدم المية في الزراعة، هستخدمها في أي حاجة، فبنزود حجم الحبيبة بتاع الرمل، فبالتالي ما بتحجزش كل العوالق، بتحجز جزء كبير لكن ما بتحجزش كل العوالق، يبقى حجم الحبيبه بيأثر على الووتر كواليتي. الدبت اوف ووتر اوفر فلتر ميديا، ارتفاع الميه فوق الفلتر ميديا اللي هي طبقه الترشيح، كل ما الميه تبقى اعلى طبقه الترشيح يزيد ارتفاعها، معنى كده كل ما يزيد ارتفاع يعني في هيد لوسز خلال الفلتر، الميه هتمشي بضغط ما بين الحبيبات، فيبقى الووتر كواليتي اقل، جوده الميه المنقاه اقل، لان الضغط ده ممكن يسحب من معاه بعض الرواسب. الماكسيمم برنسبل هيد لوسز اوف ذا فلتر، اقصى هيد لوسز مسموح به في الفلتر. لما المياه بتمشي خلال when water pass through the filter media and under drainage system it's experience frictional resistance، المياه وهي ماشية خلال الميديا بيحصل لها احتكاك أو مقاومة لمرورها. الهيد لوسز ده بيحصل نتيجة كده، يعني الهيد لوسز نتيجة بيحصل نتيجة مرور المياه في الفتحات واحتكاك المياه مع الميديا والأندر drainage system. الهيد لوسز ده بيتم قياسه ما بين المياه اللي داخله وما بين المياه اللي خارجه من الفلتر. في حاله زياده الهيد لوسز يعني بيوصل لحد معين، لا يبقى المسمات بتاع الفلتر بدات تسد، فبالتالي الفلتر يبقى عاوز يتنظف او تعمل له عمليه غسيل، يبقى الهيد لوسز ده مؤشر لعمليه الغسيل. احنا بنقول الفلتر بنشتغل الهيد لوسز من 1.5 ل 2.5، اذا زاد الهيد لوسز عن 2.5 يبقى نعرف ان الفلتر المسميات بتاعته اتقفلت وعاوز نعمل له عمليه غسيل او كلينج. رقم 6 ده كاركترستيك اوف ووتر تو بي فلتر، هي خواص الميه اللي بيتم ترشيحها او فلترتها. في حالة الهاي لود اوف امبيوريتيز في المياه الداخلة لازما زمن التشغيل يقل نتيجة تراكم الايه اللي هي الامبيوريتيز او المواد العالقة على الفتحات، فبيحصل انسداد لفتحات الفلتر. دلوقتي بقى هنبدأ، عندنا نوعين من الفلاتر هنتكلم عليهم. هو الفلاتر فيه كذا أنواع كتير،
اللي هندرسهم بس هم الساند فلتر، الفلاتر اللي بتستخدم طبقة الساند كمادة مرشحة. في مواد بتستخدم فلاتر بتستخدم بقى الكربون والاكتيفيت كربون وانسريت الكربون ومواد كتير جدا، وفي ناس وميديا مصنعة كتير. لكن احنا بنتكلم على اللي بيستخدم في محطات المعالجة التقليدية هنا في مصر. عندي نوعين، اول حاجة السلو ساند فلتريشن، السلو ساند فلتر المرشح الرمل البطيء، والرابد ساند فلتر المرشح الرمل السريع. يبقى ندرس في الفلتريشن نوعين من الفلاتر، ودول اللي هم موجودين في محطات المعالجة التقليدية الموجودة في مصر اللي هي معالجة المياه السطحية، واغلبية المحطات فيها الكلام ده. يبقى السلو ساند فلتريشن هنشوف الفلو دايجرام بتاعه. زي ما قلنا انا عندي الانتيك وفي سكرين لو ليفت بامب هتضخ على طول على السلو ساند فلتر. يبقى لما تكون الميه عندي النقاء بتاعها عالي، نسبه العوالق فيها اقل من 50 مثلا او ممكن قليله، ممكن نستخدم السلو ساند فلتر. لو الميه العوالق فيها كبيره يبقى هنعمل بري تريتمنت اف نسيسري، يعني هنعمل عمليه ايه بري تريت. السلو ساند فلتر زي ما هو مكتوب كده هو ابسط مرشح يستخدم لتنقيه المياه، حيث يتم املاء المياه على طبقه من الرمل الناعم ثم على طبقه من الزلط ثم لنظام سحب المياه اللي هو الاندر درين سيستم. النظام ده اللي هو السلو ساند فلتر ما بيحتاجش معالجه كيميائيه قبله، يعني ما يحتاجش نعمل كواجوليشن وفلاكوليشن. هو بيبقى بناخد الميه على طول، ممكن ناخدها ندخلها على الفلتر. بيتم تنقيه الميه في سطح الفلتر، يعني الفلتر ده فيه طبقه رمل ناعم بتكون على السطح طبقه بنسميها ديرت سكين او اشكيماتيك ديك اللي هي الطبقه القذره. الطبقه دي بيتم فيها حجز المواد العالقه اللي هي موجوده في الميه على السطح. المواد العالقه دي تشمل البكتيريا، تشمل مواد عضويه، بتتحجز على السطح. فخلال طبقه السطح دي بيتم عمليه الفلتريشن. السلو ساند فلتر بقى الكروس سيكشن بتاعه هو ده ثابت في كل الفلاتر. يعني لما نقول لك ديزاين سلو ساند فلتر، المقطع اللي قدامك ده ثابت. ايه اللي بيختلف؟ بيختلف ال و دبليو اللي هو الطول والعرض بتاع الفلتر اللي هم بيدوا المساحه السطحيه، لكن الدبس القطاعات الدبس دي ثابته. فهنلاقي الفلتر ده بيتكون من ايه؟ طبعا طبقه الترشيح اللي هي الساند زي ما احنا شايفين كده اللي هي من 9 من 10 ل 1.5 متر السمك بتاعها. الساند ديت عشان نحطها قلنا الميه هتمشي من خلالها، بيتم فيها الخمس حاجات اللي احنا قلناهم بتاع السيرو فلتريشن. طيب لو الساند ده المياه ماشيه ممكن الرمل ده يتحرك مع المياه ويخرج، لان انا عندي المواسير مثقبه، فالرمل ده غالبا اصغر قطر حبيبه الرمل اصغر من قطر ايه الثقب الموجود في الماسوره. فبنروح حاطين زي ما احنا شايفين كده طبقه الرمل، طبقه جرافر اللي هو الزلط من 30 ل 60 سنتي تحت طبقه السد. وظيفه طبقه الجرافر ايه؟ انها طبقه سبورت فقط، انها بتشيل طبقه الرمل لكن ما بيتمش فيها عمليه ترشيح. يبقى طبقه الزلط هي طبقه حامله للرمل ولا يتم فيها اي عمليه ترشيح. الترشيح بيتم فين؟ خلال ايه؟ طبقه السد. طيب بعد كده موجود مجموعه الاندر درينج سيستم اللي احنا شايفينه تحت، عباره عن مجموعه مواسير. المواسير دي مثقبه بتجمع الميه اللي بتمر بقى خلال الجرافر، وبتجمعهم في ماسوره رئيسيه اللي هي مين درينج بايب اللي هي بالعرض بقى تبدا بطول الفلتر كله وتنزل على الووتر سامب زي بياره في الجنب. طب الميه بتدخل منين؟ هنبص فوق كده على اليمين الانفلنت اللي هو مدخل الميه. الميه اللي جايه منين؟ انا عندي بقى ده سلو ساند فلتر، لو مفيش بري تريتمنت يبقى جاي من الانتيك على طول. يبقى الانتيك اللو ليفت بامب هيضخ الميه تدخل على الفلتر. هنلاقي منسوب الميه فوق سطح الرمل من 1.2 ل 1.5 متر، بنحافظ عليه في الحدود دي.
طب نحافظ على الميه ازاي؟ لما نيجي نقول لك انا عاوز احافظ على منسوب الميه، يبقى لازم أن يبقى في حاجه اسمها فلوت فالف، محبس عوامه. محبس عوامه ده اللي موجود لو حضرتك عندك خزان ميه فوق العماره بتاعتك، الخزان ده لما بيتملي ايه اللي بيخلي الميه تقفل؟ ما لو ما قفلتش الميه هتفيض من الخزان وهتغرق الدنيا. يبقى في محبس عوام، او المحبس العوامه ده عباره عن كوره مربوطه بالمحبس، لو المنسوب بيوصل لحد اللي هو طليف اللي احنا عاوزينه تروح قافله الميه اللي داخل. يبقى وظيفه المحبس العوامه انه بيتحكم في منسوب الميه. يبقى دي الفلوت فالف. بعد كده الميه دخلت بقت من فوق سطح السند، هتمشي خلال طبقه السند، يتم عمليه الخمس عمليات بتاع الفلتريشن وازاله المواد العالقه والملوثه المسببه للون والطعم والرائحه. الميه النقيه بقى تنزل لتحت وهتتجمع في الاندر درينج سيستم المواسير المثقبه وتنزل على البياره. البياره دي في ماسوره بتسحب الميه اللي هي الافلنت ديت موجود فيها، ادي الماسور. يبقى الميه هتخرج من ماسوره الايه؟ يبقى ادي الفلتر بتاعنا. عمليه الترشيح بيتكون على السطح هنا، بتتم هنا في السلو ساند فلتر في خلال 2 سنتي او 1.5 سنتي من سطح الرمل بس، دي اللي بيتم فيهم حجز المواد العالقه والبكتيريا بتلتصق والعمليه البيولوجيه، لكن بيت الرمل ما بيحصلش فيه حاجه. فدي عمليه الايه؟ السلو ساند فلتر، او ده قطاع الفلتر وازاي بيشتغل. ديزاين كريتيريا بتاع الايه؟ السلو ساند فلتر عاوزين نصممه. يبقى قلنا القطاع اللي هو موجود ده ثابت، يبقى الرسمه دي ثابته لاي فلتر سلو ساند فلتر، بس احنا عاوزين نجيب طوله وعرضه او نجيب مساحته. اول حاجه في ديزاين كريتيريا لما نتكلم على فلتر نقول الريت اوف فلتريشن اللي هو معدل الترشيح. يبقى الريت اوف فلتريشن بيساوي من 3 ل 8 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. طب معدل الترشيح ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيو ديزاين على السيرفيس اريا بتاع الايه؟ الخزان. يبقى انا عندي الخزان ده المساحه السطحيه بتاع، عشان اجيب المساحه السطحيه بتاعته بقسم بقى الكيو ديزاين على ريت اوف فلتريشن يديني المساحه السطحيه. يبقى اهم حاجه الخزان الترشيح عندي اللي هو الريت اوف فلتريشن. يبقى السيرفيس اريا بتاع الفلتر بقى ديت بتبقى اقل من 1000 متر، يبقى الفلتر الواحد يعني بيبقى حوالي 1000 متر مربع. طيب الفلتر ده له طول وعرض ال وبي، الطول والعرض اقل من او يساوي 50، ما يزيدوش عن 50، وفي نسبه كده ما بين ال على بي بتساوي من 1 ل 1.25، دي مش مشكله. يعني انا عندي ال والبي ما يزيدش عن 50، خد اي بعدين يبقى جبت مساحه الفلتر. عدد النمبر اوف فلتر اقل اكبر من او يساوي 2، يعني اقل حاجه 2. الهيد اوف ووتر بقى فوق بقى الفلتر 1 ل 1.5 متر، السيكنس اوف ساند لاير اللي هي موجوده في الرسم من 9 من 10 ل 1.2 من 10، المينيمم سيكنس اوف ساند لاير من نص ل 6 من 10، نقول اقل ليه يعني دلوقتي. الجراف السبورت اللي هو من 30 ل 60 سنتي ل 60 سنتي، الافكتيف سايز اوف ساند من 3 من 10 ل 5 من 10 مللي. طب ايه هو الافكتيف سايز؟ الناس بتاع الماتيريال بقى المقاس اللي بيبقى غالب على الحبيبات. ايوه بس هو ايه يعني؟ انا اللي هو دي 10 ده بيساوي ايه؟ المدخل اللي عدى من ده كتف البرق، اللي هي قطر المنخل اللي بيسمح بمرور 10% من الميديا. يبقى الافكتيف سايز اللي هو الدي اي عباره عن كام؟ من 3 من 10 ل 5 من 10، يبقى قطر المنخل اللي بيسمح بمرور ايه؟ 10%. طب اليونيفورمتي كوفيشن معامل انتظاميه الرمل اقل من او يساوي 2، ومعامل الانتظاميه دي برضه بيساوي قطر المنخل اللي بيسمح بمرور 60% على قطر المنخل اللي بيسمح بمرور ايه؟ 10%. يبقى دي اليونيفورمتي كوفيشن. طب احنا حاطين الارقام دي ليه؟ عشان نضمن انتظاميه الرمل، عشان ما يبقى الفتحات ما بين الحبيبات ما تتسدش. انا عاوز الرمل ويبقى فيه فتحات ما بينه محدد،
لحد معين بحيث انها ايه بيتم فيها السيدمنتيشن وتمرر الميه. الماكسيمم هيد لوسز اقصى هيد لوسز ما بين الداخل والخارج 2 متر، لو زاد عن 2 متر يبقى لازم الفلتر عاوز ايه يتغسل. الديرتي سكين لاير من 1 ل 3 انش. الديرت سكين اللي قلنا الطبقة اللي بيتم فيها عملية الترشيح، ودي على السطح بتبقى حوالي يعني 2.5 ل 7.5 ايه سنتي، هي من 1/10 ل 3/10 انش بس عشان ما ايه. الووشنج تايم زمن عملية الغسيل او ازالة الرمال وهنتكلم عليها دلوقتي من 1 ل 15 يوم. الاوبريشن تايم اللي هو وقت التشغيل ما بين فترتين من 1 ل 6 شهور، يعني الفلتر ده ممكن يشتغل من شهر ل 6 شهور. اللي بيحكم الهيد لوسز، لو الهيد لوسز زاد عن 2 متر يبقى نوقف الفلتر ونعمل له عمليه ايه تنظيف، لو ما زادش ممكن يشتغل لحد 6 شهور، وصلنا 6 شهور نروح موقفين الميه ونعمل تنظيف للفلتر عشان المواد العالقه الموجوده دي ما تتجمدش وتتحجر على سطح الفلتر. الاندر درين سيستم يعني دي صوره للمواسير الموجوده، اما الماسوره تبقى مثقبه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بنحطها تحت طبقه الزلط او بنحط بلوكات من الخرسانه برضو مثقبه بحيث تسمح بمرور الميه، ودي برضو بتبقى تحت طبقه الزلط، او بلوكات من البلاستيك فيها مجموعه ثقوب بنحطها برضو تحت الزلط بحيث انها تسمح بمرور الميه وما تسمحش بمرور اي حاجه تاني. السلو ساند فلتر اوبريشن، تشغيل السلو ساند فلتر احنا قلناه وهنعيده تاني. هنملى الفلتر ثانية واحدة هنتكلم. ثانية واحدة. Thank you.
هنتكلم بقى على سلو ساند فلتر اوبريشن، اللي هو تشغيل المرشح الرملي البطيء. بعد ما بننشئ الفلتر ونملاه بقى بطبقة الرمل والزلط ونجهزه، يتم ملئه بالمية لمدة 1 لـ2 أسبوع عشان نكون الطبقة السطحية اللي هي الديرت سكين، اللي هي ملتصقة فيها البكتيريا عشان إنها تتغذى على الملوثات الموجودة وتشيل المواد المسببة للون والطعم والرائحة. لما الطبقة دي بتتكون، بنبدأ بقى نشغل عملية المية في الفلتر. بيتم إزالة بقى الإيه المواد الجزيئات العالقة في المية والبكتيريا والرواسب، وفترة التشغيل دي بتبقى من 1 لـ5 شهور. بعد فترة التشغيل بيحصل إيه؟ يحصل الهيد لوسز بيزيد. فلما الهيد لوسز بيزيد، في حاجة اسمها التلسكوبيك تيوب، اللي هي ماسورة التشغيل التلسكوبية، بتبدأ تقفل الفلتر. يبقى الفلتر عاوز إيه؟ يتغسل. وهنقولها إيه التلسكوبيك بايب أو تيوب ديت موجودة فين ووظيفتها إيه؟ يبقى هي لما الهيد لوسز بيوصل لحد معين الفلتر بيقفل، نعرف ان ما فيش ميه بتخرج، يبقى الفلتر ده عاوز يعمل نعمل له كليننج. طب عشان نغسل الفلتر او نعمل له عمليه كليننج، بنشيل الطبقه السطحيه بقى اللي هي على سطح الرمل، وديت اللي هي من 2.5 ل 5 سم، اللي هي بيتم فيها اللي موجود عليها الطبقه اللي هي الديرت سكين ديت، وموجود فيها الرواسب اللي اترسبت، فبيتم ازالتها. بيتم ازالتها من 1 لـ15 يوم، اذا كان الازاله ميكانيكي بمعدات ميكانيكيه في خلال يوم، اذا كانت يدوي من خلال العمال بيتم خلال 15 يوم. بعد كده نبدا نشغل الفلتر، يبقى ديت عمليه تشغيل الفلتر. هنا احنا بنقول الغرض بتاع الفلوت فالف اللي هو اتكلمنا عليه، اللي هو في الاول اللي هو بيحافظ على منسوب المياه داخل الفلتر لحد معين، وبعدين لو حبينا نقفل المياه بيقفل. البيربوس اوف تلسكوبك بايب اللي هي تلسكوبك تيوب، لو بصينا على الشمال هنلاقي ماسوره الافلنت ديت عباره عن ماسوره وطالعه جزء منها راسي. الجزء الراسي ده فيه ماسوره ثانيه بتدخل، اللي فوق ديت عباره عن عوامه اللي هي التلسكوبك بايب ديت، بتتحرك مع منسوب الميه. منسوب الميه الفرق ما بين الاثنين، ما بين الميه ما بين اللي فوق واللي تحت، فلما نلاقي ان الهيد لوسز وصل لحد معين، الماسوره دي بيحصل ايه؟ يعني الماسوره ديت فيها عوامه فوق، اللي هي دي في عوامه كده لو على الماوس ظهر عندكم، العوامه ديت شايله الماسوره، الماسوره ديت بتطلع وتنزل، الماسوره دي فيها ثقوب. بيحصل ايه؟ لو الهيد لوسز زاد، يبقى الفرق ده ما بين الميه اللي داخله واللي خارجه في الصم هيزيد، فالماسوره دي تبدا تدخل في الماسوره الثانيه، فالثقوب اللي بيدخل منها الميه دي هتدخل جوه الماسوره الثانيه فهتروح سده الميه. يبقى التلسكوبيك بايب ديت بتتظبط على هيد لوسس معين، بنظبطها على 2 متر، يبقى الفتحه الفتحات اللي هي الاورفس او الموجوده في البايب اللي هي المتحركه بنظبطها على 2 متر. لو وصل الفرق 2 متر يبقى هتنزل 2 متر، فبالتالي هتسد الميه. فديت نعرف ان احنا الفلتر ده عاوز يعمل ايه؟ كليننج او تنظيف له. عمليه الكليننج بقى بتاع السلو ساند فلتر، عشان نعمل عمليه تنظيف بقى للسلو ساند فلتر، هنقفل المحبس اللي هو فيه واحد، اللي هو المحبس اللي هو في الانفلنت، ونفتح المحبس اللي هو فيه ثلاثه بتاع الوش بايب. فهيحصل ايه؟ هيروح مصفي لي الميه اللي هي موجوده داخل الفلتر. بعد كده هنروح منزلين سطح الميه، هننزل دلوقتي الميه، فضينا الفلتر من الميه، عاوزين نشيل كام؟ 2.5 5 سم من الرمل الموجود. هنروح يبدأ بقى لو عندي معدات ميكانيكيه ننزل لودر صغير يمشي يشيل ال 5 سم من الرمل ده في يوم، او عمال في خلال 15 يوم. بعد ما شلنا الطبقه ديت اللي هي 25 مللي او 50 مللي 5 سم، يبقى دلوقتي الفلتر بقى نضيف، طبقه الرمل اللي تحتها بتبقى نظيفه مفيش فيها اي مشكله، نبدا نشغل الفلتر تاني. يبقى دي عمليه الايه؟ الكليننج بتاع السلو ساند فلتر.
يبقى الكليننج بروسيدير يتم قشط الطبقه العلويه اللي هي الديرت سكين مع جزء من طبقه الرمل، يبقى بنقشط حوالي من 2 ل 5 سم عند انسداد المرشح، ودي المرشح بينسد من 2 ل 6 شهر، وفتره التنظيف بتستمر من 1 ل 2 اسبوع. مثال صغير بقى على تصميم السلو ساند فلتر، بول ديزاين سلو ساند فلتر في الووتر تريتمنت بلانت وركينج 16 هاور بير داي اف ذا ديزاين فلو از 32000 متر مكعب في اليوم. يبقى عاوز اصمم السلو ساند فلتر لمحطه شغاله 16 ساعه وبتعمل تنقيه لكميه ميه قد ايه، 32 متر مكعب 32000 متر مكعب في اليوم. يبقى كيو ديزاين 32000 متر مكعب نقسمه على 16 اللي هو عدد ساعات التشغيل هيديني 2000 متر مكعب في الساعه، او كنا نضرب في 24 على 16. هنفرض الريت اوف فلتريشن 6، انا عندي من 5 ل 8 او من 4 ل 8، هنفرضه 6، يبقى 6 على 24 يبقى متر، عشان نحول لساعه يبقى 6 على 24 متر مكعب لكل متر مربع في الساعه. التوتال سيرفيس اريا هتساوي اللي هو الكيو ديزاين 2000 على 6 على 24 يعني 8000 متر مربع. هنفرض ال 50 والبي 40، يبقى مساحه الفلتر الواحد 2000، يبقى هناخد 8000 على 2000، يبقى انا عندي 4 فلاتر. يبقى تصميم عمليه سهله جدا، السيرفيس اريا بتساوي كيو ديزاين على الريت اوف فلتريشن. الريت اوف فلتريشن اذا كان معطى ماشي، مش معطى بنفرضه من 4 ل 8 وهكذا نصمم. يبقى دي السلو ساند فلتر. ايه هي مميزات السلو ساند فلتر؟ بينتج ميه جودتها عاليه، الميه بتمشي خلال حبيبات الرمل بالراحه، وحبيبات الرمل صغيره، فبينتج ميه ذات جوده عاليه. ما بنستخدمش بري تريتمنت بتاع مواد كيميائيه للبري تريتمنت، ما فيش مواد كيميائيه لعمليه يعني ما بنستخدمش كواجوليشن او فلاكوليشن قبل. مفيش اي معدات ميكانيكيه، يعني هو عباره عن ميه بتمشي والتلسكوبك بايت تقفل، نروح ننزل العامل يشيل 5 سم من الرمل، يبقى مفيش اي معدات ميكانيكيه موجوده في الفلتر. التاخير في تنظيف الفلتر بيقلل كميه الميه المنتجه لكن ما بيقللش الجوده بتاعتها. ديت المميزات السلو ساند فلتر. العيوب، معدل الترشيح بتاعه قليل، يعني احنا بنقول من 3 ل 8 او من 4 ل 8، يعني قليل جدا، فبيحتاج مساحه، المساحه بتساوي كيو على الريت اوف فلتريشن اللي هي مثلا نقول متوسط 5، يبقى عاوز مساحه كبيره. بيحتاج ان التربيديتي بتاع الميه الرو تبقى قليله، يبقى ما ينفعش ميه عكره اوديها على سلو ساند فلتر هتسده على طول، يبقى لازم يكون له تربيديتي. مفيش الميه برضو الخام ما يكونش فيها كميه الجي كبيره. يعني ازاله اللون في الفلتر ده بيبقى قليل نوعا ما. يعني غير ممكن توقع الران رينس بتاعته، يعني ما بنتوقعش دوره التشغيل بتاعته بدرجه عاليه. ده مثال تاني. هنتكلم بقى على الرابد ساند فلتر اللي هو المرشح الرمل التاني. هناخد بس 10 دقايق راحة كده ونكمل ان شاء الله. في اي في مشكلة دلوقتي او في اي حاجة؟ انا الصوت بتاعي مسموع ولا مش مسموع؟ تمام. يعني 10 دقايق بالظبط كده ونرجع نكمل الجزء بتاع الرابد ساند فلتر. راحة كده 10 دقايق. يا ريت اللي بيسجل يوقف بقى التسجيل في الفترة دي. تمام. ماشي.